ضحى العريبي تضيء الساحة من جديد. عادت الزعيمة ضحى العريبي إلى الساحة بقوة، محاطة بمحبيها وداعميها الذين لم يتخلوا عنها يوما. ضحى التي عرفت بقوتها وشخصيتها المؤثرة أذهلت الجميع بظهورها اللافت في جولة رسمية رفقة مساري، حيث بدت في قمة السعادة ضحى العريبي التي تعتبر رمزا للجرأة والإلهام للكثيرين. عادت وكأنها لم تغب يوما، ونجحت في استعادة مكانتها بسرعة. وما زاد من إثارة هذه اللحظة هو إعادة التاج الذهبي الذي لطالما كان رمزا لتفوقها وتألقها، وكأنها تعلن للجميع: لقد عدت أقوى من أي وقت مضى. الجولة الرسمية التي قامت بها مع مساري لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت رسالة قوية لكل من ظن أن الزعيمة قد تراجعت. مع ابتسامتها الواثقة وظهورها المميز، كانت ضحى محاطة بداعميها اللذين ظلوا بجانبها طيلة مسيرتها، مما جعلها تشعر بالاعتزاز والقوة، مستعدة لخوض المزيد من النجاحات. هذه العودة القوية للزعيمة ضحى العريبي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي. ما الخطوة القادمة؟ وهل ستحقق ضحى المزيد من الإنجازات في المستقبل؟ شاركونا آراءكم.